السلام عليكم. هذه الدنيا يا سي إريك، هذه الدنيا ثم دخلتوا قتلتوا عشر الشعب الجزائري اللي كان مسلم وكاع قتلتوه وقتلتوه وقعدتوا 130 سنة، ولكن فشلتوا باه تصدروا لهم هذيك ديك الديانة وديك فشلتوا. ولو كنتم مدخلين فيها القتل، مدخلين فيها كل شيء، الاضطهاد 132 سنة شحال من جيل، ولكن فشلتوا. ودروك عاود الدار الدورة ما كيها لا قتل، لا مسلمين معروفين بلي ما يقتلوا ما يديروا ما شاي يقتلوا واحد. ها هي عندكم 15 مليون مسلم، 15 مليون، انتم عندكم 68 مليون، شوف برسونتاج تاع 15 مليون مسلم. ولو ان فرنسا الرسميه ما ديكلاريش دائما دير 5 ملايين 4 ملايين 6 ملايين، ما تبغيش ديكلاري يعني حسب الديانه، وهذه حريه المعتقد ما فيها لا ذخيره لا ولا وحدهم. ها واحد يدخل الاسلام، ديجا حنا غير الجزائريين ثم قارب 10 ملايين بلا الاجناس الاخرى. ولو كان الحسابات الرسمية يكون برسونتاج عالي تاع المسلمين، وهذا الدين ينصرها الله سبحانه عز وجل، ناصر دينه من فوق سبع سماوات، ما تنجم لا انت ولا غيرك ما تقدرش. ولكن العيب يقعد في الـ في الـ في جرائمكم، في جرائمكم، جرائمكم. قتلتوا الملايين، الملايين قتلتوها من الشعوب المضطهدة في شمال افريقيا، في مستعمراتكم، في قتلتوا الملايين، بصح ما كان والو، قتلتوا الملايين. هي كنا على حساب فرنسا انذاك، لو كان عندكم 200 مليون ولا 400 مليون ولا مسيحي عن طريق فرنسا، فرنسا دارت لهم التنصير وكاع، ولكن ما قدرتوا ديروا والو. ها هي الجزائر اليوم نسبة كبيرة مسلمين، مستعمراتكم فاني قاعدوا، كل المستعمرات اللي خاضت فيها فرنسا راهم قاعدين على ديانتهم الأغلبية، وهذا الشيء ما تنجمش ما قدرتوش انتوما، ما قدرتوش. حنا اليوم هو مساكين 15 مليون في فرنسا وحدها مسلم بلا الدول الاوروبيه، وزيد على ذلك ما المسلمين هذو ما قتلوش في الحرب العالميه الثانيه 60 مليون، ما قتلوش 60 مليون في الحرب العالميه الاولى 20 مليون، وبونابارت ثاني قتل الملايين، هذو ما لا ينسب للمسلمين. كي تجي تحوس المسلمين هذا الاقتتال تاع المسلمين واش قتلهم لكم، ما كانش. شت المعنوي تلفت غير وحدك، تلفت ترى كاتب، الله يبارك كاتب، تلفت شوف في تاريخكم في اوروبا، في شوف ما قتلوش المسلمين، ما قتلوش بي وين توما ويقتلتو 60 مليون اسي. شكون اللي يضرب البشريه بالقنابل الذريه؟ ضرب المسلمين، ما ضربوش المسلمين. المسلمين راك تدو من عندهم البترول، تدو من عندهم التمر، وتدو من عندهم كاع المواد الخام اللي ساهمتوا يعني في بناء حضارتكم يعني وتقدمكم التكنولوجيا، كل شيء ديتوها منا، من عند المسلمين، من عند الافارقه. ولكن الافارقه والمسلمين وكل شيء ما قتلوش، ما فيش رقبه في التاريخ، ما عندهمش الدم في رقابهم في التاريخ، ما كانش. كاين انتوما ضربتوا الشعب، ضربتوا قنبله ذريه، قتلتوهم انتم ولا تدعي المسيحيه وتدعي دين، مئات الالاف قتلتهم في ثواني، عادي جاتكم عادي. انتم صدمتوا العراق، قتلتوا منها، انتم قتلتوا الشعب تاع افغانستان، هذا التاريخ، انتم قتلتوا افغانستان، ذبحتوهم مساكين، انتم فقرتوهم، انتم قتلتوا منا حنايا العشر من الجزائريين، انتم قتلتوا من السوريين، وي هذا التاريخ وي، تعالك تحصل في الديانات، هذا هو الاسلام. ليك بدي التقيس على الاسلام، هذا هو الاسلام، ما كثرش الاسلام، الاسلام بريء الاسلام. حتى انت قابل كاع كي جا وانتشر الاسلام كان جايب السلام والمحبه وكاع، ما جابش الاقتتال وكاع، نشروا الرساله الالهيه. اللي راكم باش تضربوا بالسيف ونشروها تفضلوا، اللي راكم باش تدخلوا فيما دخل فيه المسلمين فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وفاتوا لصوالحهم وانفتحت لهم الارض. بصح ما قتلش الملايين، 60 مليون سيدي في الحرب العالمية الثانية، 60 مليون بنادم، هذا هو التاريخ. ولليوم كل الحملات كل شيء من عندكم، الاقتتال كل شيء من عندكم، هذا هو الصح، هذه هي الحقيقة. أيوا الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، الحمد لله،
الحمد لله يا ربي، الحمد لله، دمتم.